السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصة من رياضيات ولا باقة علوم رياضية. معكم الأستاذ هيثم الشدادي. غادي نشوفوا في هذه الحصة إن شاء الله هذه الفقرة العبارة المكملات والعمليات المنطقية اللي كاينة فيهم النفي، فصل عبارتين، عطف عبارتين، الاستلزام والتكافؤ. نبدأ إن شاء الله بالعبارة. ما هي عبارة؟ عبارة هي كل نص رياضي، يعني هي جملة رياضية يحمل معنى، عنده معنى، وهذا المعنى يكون إما صحيحا أو خاطئا ويسمى عبارة. أمثلة: مثلا إذا قلنا 1 = 2، فهذه عبارة، عبارة لأنها نص رياضي فيها أرقام كنقولوا فيها 1 = 2. واش 1 = 2؟ طبعا لا. إذن فهي عبارة خاطئة. مثال آخر، مثال غادي نقولوا 3 عدد فردي، هذه هي عبارة رياضية لأنها نص رياضي فيها رقم نقول عليه عدد فردي. فهذه العبارة هذه صحيحة لأن 3 عدد فردي، دونك عبارة صحيحة. نأخذ عبارة أخرى، مثلا نقول المعادلة x + 1 = 0 تقبل حلا في آخر. شنو المعنى ديال هذه العبارة؟ العبارة كتقول أن المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد تقبل حلا في مجموعة الأعداد الحقيقية. باش نتأكدوا من أن هذه العبارة صحيحة أو خاطئة، غادي ناخذ المعادلة x + 1 لنحل المعادلة. إذا كان عدد الحل، إذا كان هذه المعادلة عندها حل، فإن العبارة صحيحة. وإذا كانت لا تقبل حلا في آخر، فإن العبارة خاطئة. إذا بدل المعادلة فإننا نرجع عدد واحد للطرف الآخر، بطبيعة الحال غادي نبدلو له الإشارة ديالو، إذا غادي تعطينا x = -1، أي أن المعادلة تقبل حلا -1 ينتمي إلى آخر، أي عدد حقيقي. ومن هنا العبارة هذه عبارة صحيحة. إذا هادشي اللي كاين في الفقرة الأولى، يكفي أننا نعرفوا شنو هي العبارة، ونعرفوا الصحة ديالها، هل هي صحيحة أم خاطئة. الفقرة الثانية ديال المكملات، هناك نوعين من المكملات. المكمل الأول يسمى المكمل الكوني، ونرمز له بغرون أ مقلوب، دونك إلا خدينا أ كبيرة وقلبناها نسميوها المكمل الكوني. يعني مهما يكون أولى لكل، من هنا جاء المكمل الكوني، بمعنى لكل عنصر من واحد المجموعة معينة. الرمز الثاني اللي هو أ مقلوبة هو يسمى المكمل الوجودي. شنو المعنى ديال المكمل الوجودي؟ يعني يوجد على الأقل، يعني تقدر توجد لنا 1 أو 2 أو 3 إلى آخره. ناخذ مثال ديال عبارة تتضمن المكمل الكوني والمكمل الوجودي. إذا قلنا مثلا العبارة هذه يوجد على الأقل، دابا هذه كتقرا يوجد على الأقل، إكس هو العنصر اللي خصنا يتوجد، يوجد إكس ينتمي إلى آخر، دونك يوجد على الأقل عنصر من آخر يسمى إكس، هذه هي مجموعة الأعداد الحقيقية. بحيث x + 2 = 3، إذن هذه عبارة تتضمن المكمل الوجودي. باش نشوفوا هذه العبارة واش صحيحة أو خاطئة، لاحظوا أن عندنا معادلة. إذن باش نتأكدوا أن العبارة صحيحة، خصنا على الأقل يتوجد لنا واحد العدد x يحقق المعادلة. بمعنى آخر،
ان المعادله خصها تكون تقبل حلا على الاقل. اذا الحل اللي درنا مع المعادله السابقه غادي نقولوا اكس زائد 2 كتساوي 3 لنحل المعادله. الى رجعنا 2 للطرف الاخر غادي ترجع اكس كتساوي 3، نبدلوا الاشاره ديال زائد 2 ترجع ناقص 2، اذا اكس تساوي 1. اذا هذه المعادله صحيح تقبل حلا وبالتالي فهي عباره صحيحه. ناخذ مثال اخر ديال عباره تتضمن مكمل كوني، نقول ان لكل اكس ينتمي الى اخ اكس زائد 2 كتساوي 3. ناخذ نفس المعادله، الفرق اللي كاين هنا قلنا يوجد على الاقل اكس ينتمي الى اخ، هنا غادي نقولوا لكل اكس ينتمي الى اخ، بمعنى جميع العناصر ديال اخ اي جميع اعداد الحقيقيه خصها تكون كتحقق المعادله. هاد العبارة هادي باش نبينوها صحيحة خصنا نبينو أن جميع عناصر ديال اف تحقق المعادلة، ولكن يمكننا نبينوها خطأ فقط بأخذ عدد معين من اف لا يحقق المعادلة. إذا لنخدينا مثلا لنأخذ اكس يساوي 5، حنا كنعرفو أن هاد المعادلة تقبل حلا واحدا هو 1، يعني أي رقم واحد آخر لا يحقق المعادلة. إلا خدينا إكس يساوي 5 ومشينا عوضنا إكس بخمسة، عطينا 5 زائد 2 تساوي 5 زائد 2 تساوي 7، واش كتساوي 3؟ لا، تخالف 3. إذا هاد العبارة واش ممكن تكون صحيحة بالنسبة لجميع عناصر ديال إف؟ لا، حيت غير صحيحة بالنسبة لواحد العنصر اللي هو إكس يساوي 5، ومنه العبارة نسميو هاد العبارة مثلا بي، ومنه العبارة بي خاطئ. خاطئة لماذا؟ لأن المعادلة ما كتحقق ماشي من أجل إكس يساوي 5، وفي العبارة عندنا خاصها تكون كتحقق من أجل جميع الأعداد الحقيقية. مثال آخر فيه مكمل كوني، خذوا العبارة كيوب عبارة لكل إكس ينتمي إلى إف إكس يساوي 2 زائد 1 أكبر قطعا من الصفر. فالعبارة هذه وخا نعوضو إكس بعدد، مثلا إلا عوضناه بناقص 2 ندير ناقص 2 زائد 1 غادي نلقاو ناقص 2 أس 2 هي 4، لأن أس 2 كيزول الناقص وبالتالي نحصلو على 5، و 5 صحيح أنها أكبر قطعا من الصفر، ولكن هذا غير كافي باش نقولو أن العبارة صحيحة. علاش؟ لأن العبارة هنا كتقولنا لكل جميع عناصر خصها تكون كتحقق، حنا تحققنا فقط من عنصر وحيد اللي هو ناقص 2، إذا ما عنديش الحق نقول إذا كان عنصر واحد يحقق فإن جميع العناصر تحقق المعادلة أو لا المتفاوتة. غير مفهوم؟ باش نقدروا نبينوا أن هذه العبارة صحيحة خصنا نبينوها بالنسبة لجميع العناصر التي تنتمي إلى آخر، وإذا بغينا نبينوها خاطئة خصنا نبينوها خاطئة على الأقل بالنسبة لواحد العنصر. بالنسبة للخاطئة هي فهاد العبارة هذه، بينا أنها خاطئة بالنسبة غير لواحد العنصر واستنتجنا أنها خاطئة كاملة. هنا إلا بغيت نبينها صحيحة خصني نبين جميع العناصر ديال الأخ، يعني جميع الأعداد الحقيقية خصها تكون كتحقق. واش ممكن أنني نعوض بجميع الأعداد الحقيقية؟ هذا مستحيل، لأن الأعداد الحقيقية غير منتهية، وبالتالي ميمكنش نبين الطريقة نبين أنها صحيحة الطريقة ديال التعويض. إذا في بلاصة ما ندير طريقة ديال التعويض غادي نشوف واش هاد المتفاوتة صحيحة دايما. باش نتأكد أنها صحيحة دايما غادي نلاحظ هنايا أن إكس أس 2 زائد 1، إكس أس 2 كنعرف أن أي عدد كنقولو هنا ليكون إكس عنصر من إف، أي عنصر من إف لكل إكس ينتمي إلى إف مربع ديالو إلا درتلو أس 2 كنعرفو أنه كيبقى موجب. مزيان،
دابا الا بغينا المتفاوته يكفي انني نزيد واحد في الطرفين، وبالتالي الا درت اكس اس 2 زائد واحد، طبعا زدت واحد في الطرف خصني نزيد واحد في الطرف الاخر، الطرف الاخر هو صفر، صفر زائد واحد هي واحد. اذا علاش حصلنا على هنايا انه لكل اكس ينتمي الى اخ، هذا مجرد ترميز، يعني جميع الارقام جميع الاعداد الحقيقيه كتحقق لنا ان اكس اس 2 زائد واحد اكبر من او يساوي واحد. وإذا كانت شي حاجة أكبر من أو يساوي واحد فهو بطبيعة الحال هي أكبر قطعا من الصفر، لأن رجعنا للمستقيم المطرش، هنا كاين صفر هنا كاين واحد. شنو المعنى ديال أن الأرقام أكبر من واحد؟ بكل بساطة كتعني أن الأرقام ديالنا كتوجد هنا هاد الجزء هذا، واحد واحد فاصلة جوج إلى ما لا نهاية. إذا إذا كانت هاد الأرقام أكبر من أو تساوي واحد فهي أكبر قطعا من الصفر، ومن هنا نستنتج أن إكس أس 2 زائد واحد أكبر قطعا من الصفر لكل إكس ينتمي إلى آخر. دابا كنكون بينزل بالنسبة لجميع الأعداد الحقيقية، لأن جميع الأعداد الحقيقية تحقق إكس أس 2 أكبر من أو يساوي الصفر. إذا هذه العبارة عبارة صحيحة، هذه عبارة صحيحة. باش نختصروا عبارة صحيحة ولا خاطئة نبقاو نديرو فغي أولا فوس، دونك هنا غادي تكون عندنا عبارة صحيحة يعني فغي. مزيان، كملخص عندنا جوج ديال المكملات، المكمل الأول يسمى المكمل الكوني، نرمز له بهذا الرمز أنقلوبة، ويقرأ مهما يكن أولا لكل، مثلا هنا نقرأ لكل إكس ينتمي إلى آخر، أولا مهما يكون إكس ينتمي إلى آخر. المكمل الثاني يسمى المكمل الوجودي، ويقرأ يوجد على الأقل، يعني هنا نقرأ يوجد على الأقل إكس ينتمي إلى آخر يحقق المعادلة. إذا بغينا نبين أن هذه العبارة صحيحة خصنا نلقاو ذاك العنصر الذي يحقق العبارة، تسمح؟ إذا بغينا نبين أن يوجد على الأقل يحقق العبارة خصنا نلقاو العنصر الذي يحقق العبارة. إذا بغينا نبين أن يوجد على الأقل لا يحقق العبارة، بمعنى عبارة خاطئة فيها يوجد، خصنا نلقاو أن ذاك المعادلة أو لا ذاك المتفاوتة لا تقبل حلا في آخر. بالنسبة للمكمل الكوني، إذا بغينا نبين أن العبارة خاطئة خصنا نلقى واحد العنصر أو لا عنصرين أو أكثر لا يحقق ذاك العبارة، بمعنى لا يحقق المعادلة أو لا يحقق المتفاوتة. إذا بغيت نبين أنها صحيحة خصني نبين أنها صحيحة بالنسبة لجميع العناصر، يعني ما عنديش الحق أنني نعوض واحد العنصر معين ونقول أنها خاطئة ولا صحيحة. هل مثلا في الحياة الواقعية إذا مشينا واحد القبيلة معينة ولقينا شي واحد فيهم حمق، شي واحد حمق باش نعقلو، ما يمكنش نعمم على القبيلة كاملة أنها قبيلة الحمق، أو شي واحد مريض بواحد المرض معين ما يمكنش نقول أن القبيلة كاملة مريضة بذاك المرض. إذا هنا لكل، يعني إذا لقيت واحد إذا بغيت نبين أن قبيلة كاملة مريضة بواحد المرض خصني نشوف القبيلة كاملة واش مريضة. إذا لقيت غير واحد أو جوج أو عشرة أو نص أو أكثر من نص ما نقدرش نعمم نقول القبيلة كاملة مريضة، ولكن إذا قلت يوجد على الأقل واحد واحد في القبيلة مريض بذاك المرض المعين يكفي أنني نلقى واحد مريض، إذا غادي تكون العبارة ديالي صحيحة. ولكن إذا ما لقيت حتى شي واحد مريض ديك الساعة تكون العبارة خاطئة، لأنه ما كاين حتى واحد. الفقرة الثالثة هي العمليات المنطقية. دابا من بعد ما عرفنا العبارات، العبارات هي جمل رياضية تحمل معنى يكون صحيحا أو خاطئا، ولا يمكن أن يكون صحيحا وخاطئا في نفس الوقت. دابا غادي نلقاو العمليات المنطقية عليهم. العمليات المنطقية بحال الروابط في العربية، يعني ملي كنقول الواو ديال العطف، ملي كنقول الحروف مثلا ديال حروف الجر مثلا المضاف والمضاف إليه، هادو كيخليو لي الكلمات أو الجمل كربط بيناتهم بروابط منطقية. دونك في الرياضيات كاينة العمليات المنطقية. أول عملية كاينة هي نفي عبارة. شنو المعنى ديال نفي عبارة؟ يعني عندي واحد العبارة معينة وكندير العكس ديالها،
كان حتى العكس ديال بالنسبه للتعريف. نفي عباره بي، نفي واحد العباره سميتها بي، هي العباره التي نحصل عليها انطلاقا من العباره بي، يعني كنحصل عليها انطلاقا من العباره بي، ونرمز لها بهذا الرمز بي او لا بي بار. هذا هو الرمز اللي عم نستعملو بزاف هو بي بار. وتكون خاطئة، فوقاش كتكون خاطئة؟ إذا كانت بي صحيحة، بطبيعة الحال، إذا كانت بي صحيحة، فالنفي ديالها غادي يكون عبارة خاطئة. وتكون صحيحة، أي النفي ديال العبارة كتكون صحيحة، إذا كانت بي خاطئة. بعد غادي نشوفو هاد الجدول. دونك إلا عندنا مثلا العبارة الأولى اللي شفناها. واحد كتساوي جوج، هذه كنعرفوها عبارة خاطئة، نسميوها بي. إذا النفي ديال هذه العبارة، شنو النفي ديال أن واحد تساوي جوج؟ النفي ديال العبارة بي، كما نشوف حيث تساوي، رجعت تخالف بكل بساطة، لأن النفي ديال تساوي هو تخالف. إذا واحد تخالف اثنان، طبعا منطقيا لأن واحد ما كيساويش جوج، هذه غادي تكون عبارة صحيحة، بمعنى عبارة بي كانت خاطئة. والنفي ديالها طبعا عبارة صحيحة. عفوا، العبارة كما سمعنا، يوجد على الأقل إكس ينتمي إلى R بحيث إكس زائد 2 تساوي صفر. هاد العبارة هادي يمكننا بكل بساطة نتحقق منها أنها عبارة صحيحة، لأن بحال العبارة اللي شفناها في الأول، عندنا معادلة. نحل المعادلة، غادي ندي جوج للطرف الآخر، غادي نلقى إكس تساوي ناقص جوج. إذا إكس إذا ناقص جوج يحقق المعادلة، إذا كيتزوجت واحد إكس يحقق المعادلة، إذا هذه عبارة صحيحة. دابا الإشكال في النفي ديالها، النفي هو النفي غادي نديرو هو النفي ديال المكمم الوجودي. النفي ديال المكمم الوجودي بكل بساطة هو المكمم الكوني، بمعنى المكمم لوجود يوجد يرجع لكل نفي ديال يوجد هو لكل اكس ينتمي الى اخر. وقلنا النفي ديال تساوي هي تخالف، بمعنى اكس زائد جوج بلس تساوي غادي ترجع تخالف الصفر. وطبعا هذه عباره خاطئه. علاش خاطئه؟ لانه كاين واحد العدد يحقق المعادله اللي هو ناقص جوج. إلا عوضت هنا ناقص جوج، ناقص جوج زائد جوج تساوي صفر، ماشي تخالف صفر. عفوا، مثال آخر، لكل إكس ينتمي إلى R، إكس اثنان زائد واحد أكبر قطعة من صفر. هاد العبارة هادي اللي شفناها قبيلة، وهي عبارة صحيحة. كيفاش قلنا بأن أنها عبارة صحيحة؟ بكل بساطة لأن إكس أس 2 أكبر من الصفر، زدت عليه واحد يولي أكبر من واحد، إذا إكس أس 2 زائد واحد مادام أكبر من واحد فهي أكبر قطعا من الصفر. النفي ديالها نفس النفي، غير هو بلس لكل غادي ترجع يوجد. النفي ديال المكمم الكوني هو المكمم الوجودي، يوجد إكس ينتمي إلى R بحيث إكس أس 2 زائد واحد، هنا كتختلف القضية. النفي ديال أكبر قطعا هو أصغر من أو يساوي، النفي ديال أكبر قطعا هو أصغر من أو يساوي، النفي ديال أصغر من أو لا أكبر من أو يساوي، النفي ديالها هو أصغر قطعا، يعني فاش كتكون تساوي ما كتبقاش تساوي في النفي، وملي ما كتكونش تساوي كترجع تساوي في النفي، وكيتقلب الرمز، هذا هو النفي ديال أكبر من أو تساوي أصغر من قطعة أصغر قطعة. فهاد الجدول هذا هو ما يسمى بجدول الحقيقة. جدول الحقيقة. فهاد جدول الحقيقة بكل بساطة شنو كندير؟ كنلخصو الحالات الممكنة ديال نفي العبارة. إلا عندي واحد العبارة بي، عبارة معينة، نص رياضي يحمل معنى. هذيك النص الرياضي الذي يحمل معنى عنده جوج احتمالات، إما يكون عبارة صحيحة أو لا عبارة خاطئة، ميمكنش يكونو جوج في نفس الوقت. إذا إلا خديت العبارة بي، هذه هي العبارة بي اللي كنهضر عليها، يمكن يكون عندها جوج ديال الاحتمالات، إما تكون صحيحة أو لا تكون
خاطئة. يعني إلا بغيت نعاود نصمم الجمال مزال غادي نقولو هنا العبارة بي، العبارة بي عندها جوج ديال الاحتمالات، يا إما تكون صحيحة أو لا تكون خاطئة. دابا النفي ديال بي، يعني النفي ديال العبارة بي، إلا كانت العبارة بي صحيحة فالنفي ديالها غادي تكون عبارة خاطئة، وإلا كانت بي خاطئة فالنفي ديالها غادي تكون عبارة صحيحة بكل بساطة. يعني أقراها بهاد الخطوات هكا، هادي صحيحة، النفي ديالها غادي تكون عبارة خاطئة. وجدول الحقيقة بكل بساطة كنلخصو فيه النتائج ديال قيمة الحقيقة ديال بي والنفي ديال بي. العملية الثانية هي فصل عبارتين، الفصل بحال الفصل اللي كاين في العربية هو أو، كنستعمل أو في الفصل. في الفصل ديال عبارتين كنحتاج عبارتين طبعا، لأننا غادي نعتبر بي و كيو عبارتين. فصل عبارة فصل بي و كيو، يعني الفصل ديال الجوج، هي العبارة التي نرمز لها ب بي أو كيو. دونك هاد الأو هادي لهنا راها أو منطقية، هذا هو الفصل، الفصل المنطقي أو فصل عبارتين. دونك بي أو كيو، فوقاش كتكون العبارة بي أو كيو خاطئة؟ دابا إلا جا عندنا شي واحد جوج ديال الخبارات، الخبار أ والخبار بي، هاد الخبار هذا هو ديك العبارة، وجا قلنا يا إما هادي يا إما هادي، هادشي يا إما هادشي لي وقع يا إما هادشي لي وقع. دونك هاد الإنسان هذا فوقاش غادي نعتبرو أنه كيقول الحقيقة؟ نعتبرو كيقول الحقيقة إلا كان الخبر أ صحيح والخبر ب خاطئ. يعني إذا كان هادي فغي وهادي فوس، غادي نعتبرو أن داكشي بالمجمل اللي قال صحيح، لأنه قال أو، مقلناش هو، مقلناش هادو بجوج خصهم يكونو، مقلنا أو. أولا إذا كانت الأولى خاطئة والثانية صحيحة نفس الحاجة، أولا إذا كانو بجوج بيهم صحاح، يعني داك الأخبار بجوج اللي وصلنا بيهم، بجوج بيهم صحاح. فوقاش غادي يكون كيقول فوقاش غادي نكذبو، يعني مغاديش نتيكو داكشي اللي كيقول، هي إذا كان الخبر الأول والخبر الثاني بجوج بيهم خاطئ. إذا إذا لخصنا هادشي بجدول الحقيقة، عندنا جوج ديال العبارات بي و كيو، شنو الإحتمال ديال أنهم يكونوا يا إما بجوج بيهم، بجوج بيهم خاطئين، يا إما بجوج بيهم صحاح، يا إما وحدة خاطئة والأخرى صحيحة، أو الأولى خاطئة والثانية صحيحة. إذا إذا كانت العبارة الأولى صحيحة والعبارة الثانية خاطئة، فأو غادي تكون صحيحة لأن وحدة فيهم صحيحة. إذا كانوا العبارتين بجوج صحاح غادي تكون العبارة صحيحة، وإذا كانوا بجوج بيهم خاطئين وهنا فين كاين الإشكال، يعني إذا كانوا العبارتين بجوج خاطئين فإن العبارة هذي كنعتبروها كعبارة وحدة بي أو كيو تكون خاطئة، إذا كانت وحدة صحيحة غادي تعتبر كعبارة صحيحة. كمثال نقول مثلا واحد العبارة فيها أو، واحد يساوي جوج أو ثلاثة أعداد فردي. دونك في هاد الحالة قبل ما تسمعو الجواب حاولو تفكرو فيه. دونك واحد كتساوي اثنان، هادي هي العبارة الأولى وهادي هي العبارة الثانية. إلا شديت العبارة الأولى، العبارة الأولى فهي خاطئة ليست صحيحة، والعبارة الثانية فهي عبارة صحيحة، ومادام كاينة بيناتهم أو كاين الفصل، فإن العبارة ب المجمل ديالهم عبارة صحيحة لأن وحدة فيهم صحيحة. خدينا العبارة ب مثلا، واحد كيساوي جوج أو ثلاثة أعداد زوجي. في هذه الحالة هذه واحد كيساوي جوج عبارة خاطئة، عدد زوجي ثلاثة عدد زوجي خاطئة لأن ثلاثة عدد فردي. إذا في المجمل العبارة كيو عبارة خاطئة لأنها مكونة من عبارتين، من فصل عبارتين خاطئتين، وهذا هو الفصل المنطقي بكل بساطة. يعني باش نعرف الفصل المنطقي واش عبارة صحيحة أو خاطئة، يكفي نشوف العبارتين اللي كاين تما واش كل وحدة فيهم صحيحة أو خاطئة. الرابط المنطقي الثالث هو عطف عبارتين. العطف ديال العبارتين هو اللي كنقولو فيه هو، يعني العطف
اللي معروف في العربية. بحال دايما غادي ناخذ جوج العبارات، نعطي عبارتين بي و كي، هي العبارة التي نرمز لها بي بي و كي، دونك هادو هادي هي القوة ديال العطف، وتكون صحيحة في حالة واحدة، حيت إلا جا شي واحد قال لك جوج ديال الأخبار، سير نفس المثال، جوج الأخبار، وقال بينهما، يعني داك الأخبار بجوج خصهم يكونوا صحاح باش يكون هو تيقول الحقيقة. إلا كان خبر واحد خطأ هو قال هو، يعني قال بجوج بهم، جوج بهم خصهم يتحققوا في نفس الوقت. إذا هذه كتكون كتكون صحيحة في حالة واحدة، الحالة الوحيدة اللي كتكون فيها صحيحة هي فاش كيكونوا بجوج بهم صحاح، يعني جوج العبارات صحاح. ولكن إذا كانت واحدة صحيحة والأخرى خطأ فالعبارة هو خاطئة، إذا كانت الأولى خطأ والثانية صحيحة فهي خاطئة، إذا كانوا بجوج خاطئين فهي خاطئة. وإلا زدنا واحد القضية هو أن النفي ديال هو نفي، نفي العطف هو الفصل، ونفي الفصل هو العطف. شنو معنى ديال هادشي؟ يعني إلا عندي عبارة عن مجموعة معينة مثلا فيها واحد كيساوي جوج من نفس الحاجة، و ثلاثة عدد زوجي، بغيت ندير النفي ديالها تسمى بي، النفي ديال هاد العبارة واحد كيساوي جوج غادي ترجع واحد يخالف اثنان، والنفي ديال و غترجع أو ثلاثة، النفي ديال عدد زوجي هو عدد فردي. بين شفنا هاد العبارة اتفقنا أنها خاطئة، علاش؟ لأن هاد العبارتين بجوج خاطئتين، ثلاثة ليس عدد زوجي عدد فردي، واحد ما كيساويش جوج، والنفي ديالها واحد تخالف جوج صحيحة، وثلاثة عدد فردي حتى هي صحيحة، إذا الأو ديالو صحيح، والنفي ديال الأو هي و. دابا غادي نشوفو الاستلزام المنطقي. الاستلزام بكل بساطة هو كنطبق من واحد العبارة بي ونحصل على عبارة كيو، هي في الحالة ديال اش كديرو بما أن فإن، مثلا كتبنا بما أن إكس يساوي واحد فإن إكس مش اثنان فهو يساوي واحد، هنا درت بما أن فإن، طبيعة الحال صحيحة لأن إكس يساوي واحد، رفع مش اثنان فإن إكس مش اثنان يساوي واحد، بلاص ما نبقى نكتب بما أن فإن، يكفي نكتب الرمز ديال الاستلزام، إكس يساوي واحد تستلزم إكس مش اثنان تساوي واحد بكل بساطة، هادو جوج عندهم نفس المعنى. دابا خصنا نعرفو فوقاش غادي تكون خاطئة وفوقاش غادي تكون صحيحة. نحصل على عبارة نرمز لها بالبي تستلزم كيو انطلاقا من بي و كيو، تكون خاطئة في حالة واحدة، حالة واحدة اللي كتكون فيها خاطئة هي فاش كتكون بي صحيحة و كيو خاطئة، لأن ميمكنش نبداو من شي حاجة صحيحة 100% و نوصلو لشي حاجة خاطئة، وإلا غيكون الاستلزام ديالنا غلط. وتسمى هذه العبارة استلزام بي و كيو، وتقرأ بي تستلزم كيو. إلا جينا دابا نديرو لها جدول الحقيقة، أنا كنعرفها فوقاش كتكون خاطئة، دونك العبارة بي والعبارة كيو، شنو هما الاحتمالات اللي ممكنين ديال العبارتين بجوج؟ هي يكونو بجوج بيهم صحاح، بجوج بيهم خاطئين، وحدة صحيحة والأخرى خاطئة، أو الأولى خاطئة والثانية صحيحة، هما الاحتمالات كاملة. وهنا في الخانة الأخيرة غادي ندير بي تستلزم كيو، باش نعرف الصحة ديالو. دونك كنعرف بي تستلزم كيو حالة وحدة باش تكون فيها خاطئة، وهي الحالة ديال أن بي صحيحة وكيو خاطئة، يعني ميمكنش نبدا من شي حاجة صحيحة ونوصل لشي حاجة خاطئة، دونك في هاد الحالة تكون خاطئة. صحيح صحيح تكون صحيح، خطأ خطأ ممكن صحيح، ننطلق من خطأ ونوصل لصحيح حتى هي صحيح. إذا الحالات كاملين كيكونوا عبارة صحيحة، من غير الحالة الوحيدة هي تكون العبارة الأولى صحيحة والعبارة الثانية خاطئة.
دونك العنوان ديال هاد الفقرة هو التكافؤ. بي و كيو عبارتين، التكافؤ عبارتين بي و كيو، هي العبارة التي نرمز لها بعد الرمز هذا، وغير من الرمز ديالو عيبان لكم أنه كاين واحد الاتجاه وكاين الاتجاه المعاكس. شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديال أن ديالها هو أن بي تستلزم كيو، وفي نفس الوقت كيو تستلزم بي، بحال شي طريق، إذا يمكن تخيلوا الاستلزام هو طريق أنت هذيك دير في واحد الجهة، دير شي اتجاه آخر. والتكافؤ هو طريق كدير في الاتجاهين، يعني كدير هكا و كتجي، تقدر تمشي و ترجع، مكاينش إشكال. تكون صحيحة فقط عندما تكون بي و كيو لهما نفس قيمة الحقيقة، يعني يا بجوج بهم خاطئين يا بجوج بهم صحيحين، حيث هذا هو المعنى ديال التكافؤ. نقدر نمشي من هنا من عبارة صحيحة لعبارة صحيحة، أو إذا كانت عبارة خاطئة نمشي و نرجع من عبارة خاطئة. جدول الحقيقة غادي نديرها بنفس الطريقة، غادي ناخدو عندنا بي و كيو، جوج بيهم صحاح، عطينا عبارة صحيحة، وحدة فيهم خاطئة، يعني ما عندهمش نفس قيمة الحقيقة، إذا النتيجة غتكون عبارة خاطئة، الأولى خاطئة والثانية صحيحة، العبارة الثانية، بي تكافئ كيو خاطئة، إذا كانوا جوج بيهم خاطئين، غتكون عبارة صحيحة. مثال بسيط باش نفهمو التكافؤ. مثلا إذا درنا واحد تساوي جوج، هذه عبارة خاطئة، درت هنا تكافئ ثلاثة عدد زوجين، وخا معندهمش علاقة مع بعضياتهم، ولكن كنتصاوبهم كعبارتين، هذه عبارة خاطئة، وهذه عبارة خاطئة، إذا هاد العبارة كاملة فهي عبارة صحيحة، لأن عندهم نفس قيمة الحقيقة، إذا كان التكافؤ بين عبارة خاطئة وعبارة صحيحة، في هذه الحالة هذه عبارة خاطئة عفوا. هذه عبارة صحيحة، إذا التكافؤ كامل عبارة خاطئة، لأنه ما يمكنش يكون تكافؤ بين عبارة صحيحة وعبارة خاطئة، في الاستلزام ممكن، في الاستلزام ممكن يكون هذا الاستلزام من خطأ إلى الصحيح، ولكن الاستلزام المعاكس هو اللي غيخلق مشكل، الاستلزام من الصحيح إلى الخطأ غير ممكن، ما يمكنش نبدا من الصحيح ونوصل للخطأ. هذا كان الدرس ديال المنطق، شكرا للمشاهدة، وإن شاء الله غادي نشوفوا التمارين من بعد ما تراجعوا مزيان الدرس، شكرا.